الأوضاع العامة التي تخص هذه الجائحة أقول أنها أوضاع غير مستقرة، وذلك بالرجوع إلى الإحصائيات التي سجلت مؤخرا والتي تبعث على القلق، والتي تتطلب منا البذل من جهود أكثر فأكثر. استفادت ولاية بلعباس كسائر ولايات من رخصة القيام أو تشغيل مخابر للكشف عن داء الكورونا، ولكن مع الأسف في المدة القليلة الأخيرة كان سجلنا بعض المشاكل قضية الرياكتيف. ومن هذا المنبر أوجه نداء للسلطات المركزية من أجل توفير هذا الرياكتيف باش تكون عندنا هنايا جول اونوتونومي اونيفو دو بلعباس.